هاتفيا معنا دكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني. اهلا بك دكتور. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اذا يعني الحملة بدأت ومستمرة للقاح الصيني سينوفارم لمجابهة طبعا انتشار فيروس كورونا، حيتم تحديد اماكن تلقيه في المحافظات، وحتعمل مديريات الصحة بالتنسيق مع المحافظين على تحديد مقر التطعيمات وطبعا المستهدفين الاوائل من هذا التطعيم. رأي حضرتك يعني استشاري جهاز هضمي وكبد بكلية طب القصر العيني في التطعيم واللقاح، هام جدا أن نشرح للمشاهدين هذا، تفضل. أهم حاجة على ظهر التاريخ أدت إلى إطالة عمر الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى هو التطعيمات. أيوه. الجدري كان يقضي على مئات الملايين، 80% من المصابين من الأطفال و 20-40% من المصابين الكبار. النهاردة أصبح ناسيا منسيا. شلل الأطفال كان يترك عاهات مستديمة في الحياة، ويعني حياة قاسية جدا. الحصبة نفس الأمر، كانت ذات مأساة. التطعيمات أنهت هذه المآسي على مر التاريخ. التطعيم ضد الكوليرا والتطعيم ضد التيفوس والتطعيم ضد فيروس ألف أنقذ البشرية أيضا من عدة مئات من الآلاف والملايين على مر التاريخ. إذن التطعيم هو رقم واحد في النهاية لمنع حدوث المرض، وليس لأن كثير من الناس بيتكلم على نمط غذائي لرفع المناعة، حاجات كلها يعني ما أنزل الله بها من سلطان، نوع من الغراء. هو حتى لو في نمط غذائي لرفع المناعة يعني لا بأس، يعني ليس له علاقة بالتطعيم. يعني أنت تولد بنمط بنمط جيني للمناعة لا يتغير، ما يطلق عليه الإنيت ميني. أنت تضعفها والحفاظ عليها بنمط بعين نمط مناعي غير ذلك او نمط غذائي. لكن لها اجراء اخر. اذا التطعيمات هي اهم شيء للحفاظ على حياه البشريه ومنع انتشار الامراض والوقايه. منع ياتي بالاجراءات الاحترازيه المعتاده او ما اطلقنا عليه نمط كلمه الاحتراز المعروف لدى المواطنين جميعا. والتطعيم، اذا التطعيم ضروري. هناك كثير من الاقاويل ضد التطعيمات، ده شيء مرفوض تماما. برايك لماذا ظهرت هذه الاقاويل يا دكتور منيسي؟ يعني هناك من يقول ان هناك يعني رده فعل للتطعيم بيسبب حساسيه، يعني الى كل هذا الكلام. اي تطعيم على ظهر الارض، خبرات البشر مع التطعيم، يوجد ما يطلق عليه انافيلاكسيس، يعني نوع من الاعراض الجانبيه، مش وليس اعراض، نوع من التحسس الجانبي انافيلاكسيس بيحصل في خلال 30 ثانية. 30 ثانية بعد أخذ التطعيم. يعني في خلال ثواني إلى 30 دقيقة. عشان كده بنقول بننصح إن معظم الناس اللي بتاخد تطعيم تظل قريبة من المكان أو بتاخد في المكان الصحي لمدة 30 دقيقة. أو ما يغادرش المكان قبل 30 دقيقة. ممكن يحصل بعد 30 دقيقة في حتى مجموعة من الأيام، بضعة أيام، ارتفاع في درجة الحرارة. عايز اقول ان اللي بيحصل في خلال 30 دقيقه ده ممكن يبقى تورم في العين، تورم في الشفايف، شعور بالغثيان، شعور بالاعياء، نبضات قلب سريعه، ارتفاع درجه حراره. ارتفاع درجه الحراره ده بيجي بعدها بعده ايام. قله في التركيز، ده ممكن يحصل في خلال، في حاجه اسمها فازوفيجال سينكوب، نشاط عصب حائر، ده اغماء مباشره اول ما بنحط الحقنه في المريض. او في السليم يعني اللي هو بيتلقى التطعيم. اذا عندنا حاجات بتحصل في خلال اول 30 من 30 ثانيه ل 30 دقيقه من التطعيم، وفي حاجات بتحصل بعدها بعده ساعات وايام، وممكن ما يحصلش حاجه خالص. ممكن ما يحصلش حاجه. هذه الاثار بتحصل ب 20% من البشر، ودي حاجات موجوده مع تطعيم الحصبه، موجوده مع تطعيم الانفلونزا العادي، موجوده مع تطعيم الجدري، يعني موجود في كل التطعيمات. ولما تحصل المضاعفات دي نتصرف ازاي يا دكتور؟ الطبيب الاطباء بيتدخلوا بشكل طبيعي. يعني يوجد لها حل لانها ليست مرض، ده اجراء طبيعي بيتم التعامل معاه. وفي ناس بتبقى عارفه ان هي عندها حساسيه يعني من اشياء معينه، المفروض انها تبلغ يعني الطبيب لو هتاخد التطعيم. الطبيب بيسال وبيبقى في بعض المحاذير في التعامل. هل هناك لازم تتعمل اي تحليلات قبل ما ناخد التطعيم؟ لا لا لا، على مسؤوليتي لا. لا يوجد اي شيء من هذا القبيل.
طيب احنا عندنا سلة يعني في مصر من أنواع مختلفة من التطعيمات، بدأنا بالتطعيم الصيني، ولكن الدولة تنتوي أيضا يعني التعامل مع تطعيمات أخرى زي فايزر بايونتك على سبيل المثال، أيضا جامعة أوكسفورد ولقاح جامعة أوكسفورد، يعني هنتعامل معه. التطعيم الصيني ده علاج، ده تطعيم تقليدي قديم يستخدم الفيروس الميت ولا يستخدم الفيروس المستضعف، وهذا التطعيم نسب كفاءته 86%، وده تقليدي تماما. تطعيم فايزر وموديرنا ده بيستخدم حاجه اسمها الماسنجر ار ان اي، ده بيستخدم نوع من البروتينات احنا استخدمناها في الانترفيرون اللي كان بيستخدم ضد فيروس سي. ايوه ده الغلاف اللي هو بيستخدم هذا البروتين عشان يخش الخليه تنتج لنا ما يطلق عليه الجسيم اللي هو بيحفز المناعة، اللي هو زي السبايك بتاع البروتين، فلما يجينا المرض فالجسم يعمل مناعة ضده. فلما يجي الميكروب ده ما استخدمش الميكروب، يعني لم يرى الميكروب، ده بروتين صنع حاجة تتشابه للميكروب. تكنولوجي جديد متطور استحدث في سنة 89 أو أبحاثه أول المنشورات لها 89 89، ولكن ما كانش له مجال للتطبيق غير في هذا الزمان الحالي. ولقاح أوكسفورد، ولقاح أوكسفورد بيستخدم حاجة اسمها الأدينو فيروس، هو واللقاح الروسي. الأدينو علشان كده هيحصل تعاون بين روسيا وأوكسفورد في هذا المجال، لأنه هو نفس التكنيك يعني. فإذا دول استخدموا اثنين من أنواع الفيروسات اللي هي بيسموها نوع من الفاكتورز لاستخراج التطعيم فيه، فتكنولوجي عظيمة، وبرضه تكنولوجي تقليدية دي استخدمت في الفيروس الحليم، استخدمت في الفيروس بي، هم والريكومبيننت، بعد كده ظهر الريكومبيننت بروتين استخدمت في البي والحليب. الفيروس المستضعف ده استخدمناه قبل كده في الحصبه واستخدمناه في حاجات كثيره، يعني او المي المستضعف، الفيروس المستضعف الحي لم يستخدم حتى الان في كورونا، لكن عليه تجارب ولم تظهر الى النور حتى الان. لكن كل هذا الكلام تحت اسقاف ال WHO والهيئات العلميه في والمركزيه في جميع دول العالم. مصر من افضل الدول، وهذا الكلام على مسؤوليتي، على مسؤوليتي، اللي استخدمت كل هذه التقنيات العلميه وشاركت في البحث العلمي. وعندنا نجاح عظيم في هذا المجال، عندنا نجاح غير مسبوق. يعني اداره الازمه كانت عظيمه الحقيقه. ايوه وبالذات في، يعني انت من اوائل الدول اللي عندك تطعيم. صحيح، لا احنا عندنا خبره كبيره ويعني تاريخيه في مجال التطعيمات والمصل واللقاح، يعني احنا قطعنا شوط كبير جدا في هذا المجال من زمان يا دكتور. كلام مظبوط. وتكمله للاجابه على المتخوفين من التطعيمات، هذا هراء لا اساس له من العلم. هراء لا اساس له من العلم على الاطلاق. غير علمي، هراء غير علمي. فكرة انه ممكن يعمل لنا المضاعفات اللي هي بتاع الجولان باري، المرض المناعي الخاص بالاعصاب، اللي هو حصل عليه لغط مع فيروس الانفلونزا وتطعيم الانفلونزا، لن يحدث مع هذا التطعيم. واذا كان حصل الجولان باري او بعض المخاوف من نشاط الفيروس حين حقنه، الفيروس غير موجود اساسا، الفيروس غير متواجد، التطعيم لا يستخدم فيروس حي. بيستخدم مستضعف او ميت. يستخدم اشياء اخرى، فده اول رد على هذا الموضوع. ان فكره الجولان باري، الاصابه بالجولان باري ممكن تحصل بعد اي اصابه مرضيه او بعد حادث احيانا او بعد حرق او بعض الامراض النزلات المعويه. وبتحصل مع الانفلونزا كاحد مضاعفات الانفلونزا ومضاعفات الكورونا نفسها. وممكن حدوثها مع مرض الكورونا اعلى بكثير نظريا اذا حتى كان التطعيم بيعمل هذا. وهذا الكلام على مسؤوليين، لم يسجل ولن تسجل جولان باري مع هذا الامر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات العلمية الهامة جدا، دكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، شكرا جزيلا لك.